تتخلق الرطوبة نتيجة ارتفاع حمو المسطحات المائية وتؤثر على اليابسة مع وجود الناقل، والناقل هي الرياح. وعندنا بالخليج تستمر الرطوبة لمدة 3 شهور، يوليو وأغسطس وسبتمبر، بين الشدة والارتخاء تبدأ في أواخر شهر يونيو مع بداية موسم الجوزة، وتنتهي في أوائل شهر أكتوبر مع بداية موسم الوسم، وشدتها طوال شهري يوليو وأغسطس. المرزم والسليبين وسهيل، والعامة يسمون الرطوبة بالومد، وأشدها يتزامن مع طلوع موسم الخامس، والذي يبدأ مع موسم إسهيل. والعامة يقولون البل تشكي الخامس، ليل ومد نهار شامس. والرطوبة ترفع درجات الحرارة المحسوسة، وهي الدرجات التي تقيسها الأجساد. والرطوبة المنقولة مع انخفاض درجات الحرارة تتحول إلى ضباب يسلب الألباب على مرتفعات الجنوب. والرطوبة الساكنة مع ارتفاع درجات الحرارة تتحول إلى طل خانق على السواحل الخليجية والسواحل الغربية من السعودية. وعلى أي حال، الرطوبة الآن تلملم متاعها لترحل عنا، وإذا رأيت الرزق ضاق ببلدة وخشبة خشيت فيها أن يضيق المكسب فارحل، فأرض الله واسعة الفضا طولا وعرضا شرقها والمغرب.